خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي. أكرم توفيق في أول مشاركة ليه النهاردة بيفوز ببطولة، بطولة الكأس رقم 37 للنادي الأهلي. مليون مبروك يا أكرم، أول مباراة ليك ببطولة على طول. الحمد لله رب العالمين، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وللعيبة ومجلس الإدارة لعيبة رجالة، والحمد لله ربنا كفينا في الآخر وكسبنا الحمد لله. الماتش كان صعب؟ أنا طبعا فرقة الجيش فرقة كبيرة وعناصر كويسة، والحمد لله إن احنا كسبنا في الآخر يعني. مليون مبروك، ربنا يخليك. الله يبارك. مكملين معاك يا كابتن أيمن في تغطية خاصة وحصرية داخل غرف ملابس النادي.